المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملف هذه الليلة. اتهامات لخمسة أعضاء في الكونغرس بتلقي أموال سعودية للتصويت ضد قرار وقف الدعم العسكري للحرب على اليمن. أي تأثير للوبي السعودي في واشنطن؟ استنكارا للحرب على اليمن، هولندا توقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات ومصر، هل ينجح المجتمع الدولي بوقف الحرب؟ تداعيات جريمة قتل خاشقجي لم تنتهي، النيابة العامة التركية تطلب إلقاء القبض على المتهمين بالجريمة، هل تبقى قضية خاشقجي حاضرة في جولات ابن سلمان؟ الحرب على اليمن وقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي تكشفان الكثير من الظلم والفساد حول العالم، من الصمت على جرائم الأطفال القتلى في اليمن من جوع بسبب الحصار أو صاروخ جراء غارة، إلى الدعوة علنا إلى ضرورة التغاضي عن قتل خاشقجي حفاظا على صفقات مليارية. والجديد اليوم الكشف عن تلقي خمسة أعضاء في الكونغرس أموالا من لوبي سعودي للتصويت ضد فرض حظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية. فأي أثر معنوي على سمعة المشرعين الأمريكيين إن كان بينهم مرتش؟ فيما في المقابل ترى في أوروبا دولا رفضت الصمت وأعلنت وقف بيع السلاح للرياض كما هو حال هولندا بعد ألمانيا وغيرهما. لكن اللافت في قرار أمستردام أنه شمل للمرة الأولى مصر وضمها إلى الإمارات في الحرب هناك. أحداث تتزامن مع جولة لولي العهد السعودي ما بين الدول العربية وقمة مجموعة العشرين وما رافق ذلك من اعتراضات على الزيارة وترقب لكل زعيم سيصافح ابن سلمان أو يلتقي به. واللافت هو ذاك السلام غير العادي بين الرئيس الروسي وابن سلمان والمطالبة الفرنسية بتحقيق دولي في مقتل خاشقجي. وسط كل ذلك تواصل أنقرة ضغطها على الرياض وتطلب ضرورة إلقاء القبض على المتهمين بقتل خاشقجي. فهل تنوي أنقرة المضي بكشف الحقيقة حتى النهاية؟ أم أن أهدافا أخرى قد تتحقق لها قبل سوق الجناة إلى العدالة؟ إذن أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية أن خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد وقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن تلقوا أموالا من اللوبيات السعودية. هذا تقرير محمد كريم. خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري تلقوا تمويلا من جماعات الضغط السعودية المعروفة باللوبيات لدعم الرياض. تقرير لمجلة نيوزويك كشف عن تصويت هؤلاء ضد مشروع قرار يعيد النظر بوقف المساعدات العسكرية واللوجستية الأمريكية للسعودية في حربها على اليمن. لكن نتائج التصويت شكلت ضربة كبيرة لمكانة السعودية ونفوذها في الولايات المتحدة بعدما أيد 63 عضوا في المجلس القرار مقابل 37. يعد في الحدث اليوم ممكن أن ننظر إليه بأنه شيء صادم، ولكن كما يقال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في الشارع السياسي الأمريكي أن اللوبيات والأموال لعبت وستلعب وتلعب دورا، سواء وبالتالي دورا سواء كان اعتبرناه إيجابيا أو سلبيا. لكن فظاعة جريمة مقتل خاشقجي واستمرار المأساة الإنسانية في اليمن خلقت أجواء انتقادية شديدة للسعودية ودورها، مما دفع حتى أعضاء من الحزب الجمهوري إلى التشدد في هذه المسألة. الطريقة التي تعاملت بها الإدارة لتوضيح ما جرى في قضية السعودية غير مقبولة، ولدي قناعة أن لابن سلمان دورا محوريا في مقتل خاشقجي. مساعى السعودية عن كيفية استخدام ثروتها للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية مثلت حقيقة واضحة، حيث أنفقت الرياض 27 مليون دولار على أكثر من 30 مجموعة ضغط داخل الولايات المتحدة العام الماضي. هي تستغل إتاحة القوانين الأمريكية للدول أن تشكل لوبيات شرط أن تسجل لدى وزارة العدل. ربما تعتقد الرياض بأن الأموال تحقق ما ترغب به في الولايات المتحدة، لكن ما جرى في تصويت الكونغرس مثل درسا للسعودية وغيرها من الدول بأن المال وحده لن يغطي عيوب سياساتها. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
لمناقشة هذه العناوين معي من واشنطن الأكاديمية والباحثة في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط دكتورة عبير كايد، وأيضا من واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز السيد جاي تايلر الذي سأبدأ معه. سير جاي حياك الله بداية، وإذا ما بدأنا بهذه المعلومات التي نشرتها نيوزويك حول تلقي ريشا 5 من أعضاء مجلس الشيوخ وآخرين ديمقراطيون أيضا من مجلس النواب، هذه الأموال مصدرها السعودية وهدفها التصويت ضد فرض حظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية. نريد أن نعرف ما الذي يجري على صعيد هذا الملف بالضبط، ومدى تأثير المال السعودي الخليجي بشكل عام في القرارات السياسية داخل المؤسسات الأمريكية. هل ما يقال نيوزويك وقبلها صحف كثيرة حتى في العالم العربي، هناك صحف تتحدث ومسؤولين يتحدثون عن ذلك، هل فعلا هذا ما يجري بالضبط وما حدوده؟ أولا يجب أن نتعلم درس بسيط بالديمقراطية الأمريكية. ممارسة هذه الأنشطة اللوبيات مع أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ هذا من طبيعة الأمور في الديمقراطية، بالتالي أن نقول بأن هذه فضيحة أو هناك رشا أو رشاوي تقدم من قبل السعودية، أعتقد أن هذا حديث مثير للسخرية ومبالغة. الحقيقة هي أن الطرف السعودي ينفق مليارات الدولارات على أنشطة، على مجموعات الضغط تمارس السعودية هذه النشاطات مع الكونغرس وأيضا لجان الكونغرس، وذلك من أجل الحصول أو بيع الولايات المتحدة بعض الأسلحة إلى السعودية، بيع الولايات المتحدة هذه الأسلحة، أيضا أمور تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. هذه مسألة واضحة، وبالطبع نعم شاهدنا هذا الموضوع خلال التصويت الذي حصل على مشروع القرار أو مشروع إجراء بمجلس الشيوخ أي المجلس الأعلى، وكانت هذه الخطوة من أجل التقدم أكثر في النقاش الذي يتعلق حول سحب الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وبنهاية المطاف فإن مشروع القرار هذا تقدم بشكل كان بمثابة توبيخ كبير لرغبة إدارة ترامب باستمرار السياسة الأمريكية القائمة على دعم الحملة السعودية باليمن. نعم شاهدنا هذه الأنشطة مجموعات الضغط، ولكن هذه المساعي لم تحقق النجاح بنهاية المطاف. بالتالي أعتقد أن المبالغة بالموضوع، يجب أن نتذكر بأن السياسة التي تحيط بالعلاقات الأمريكية السعودية، هذه السياسة تدهورت فيما بعد الجريمة بحق خاشقجي، وبالتالي فقط بعض الأنشطة. يمكن أيضا أن نتحدث عن عدد الديمقراطيين يعني الذين حصلوا على الأموال أو جاي تايلر. يعني أشرت إلى أنه المسألة تبدو طبيعية، يعني لا ربما لا نجدها كذلك، يعني إذا ما نظرنا إلى حتى مع يقيننا بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية وتمارس الديمقراطية وكل هذا، لكن أن يقوم عضو في البرلمان أو في مجلس الشيوخ، أن يقوم مشرع أيا كان بإعطاء صوته مع أو ضد مقابل المال هذه من دولة أجنبية، سواء كان عبر مجموعات الضغط أو غيرها، إلا أن مصدر الأموال من خارج الحدود، لا تبدو المسألة طبيعية يعني بهذا البساطة التي أشرت إليها. ولو كانت كذلك لما أشارت إليها صحيفة مثل نيوزويك بهذا الشكل. وأيضا فيما بعد سنتحدث عن تصريحات لهيلاري كلينتون التي تحدثت عن مصالح شخصية وغيرها وتجارة لأسرة الرئيس وغيره، بمعنى أن هناك ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها حالة اعتيادية. مستر تايلر، هل سمعتني؟
طيب يبدو السيد تايلر. نعم، أنا لم أقرأ المقالة بمجلة نيوزويك، وهذه المقالة لم تشير بأن هذه المساهمات كانت رشاوي أو مدفوعات غير قانونية. أنا قرأت بأن الحكومة السعودية ربما دفعت للشركات، وذلك من أجل عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك من أجل إقناع هؤلاء بالتصويت بشكل معين. وبالتالي هذا فقط من طبيعة من الأمور الطبيعية بالسياسة الخارجية الأمريكية، هكذا تجري الأمور في البرلمان أو في الجناح التشريعي بالولايات المتحدة. الزاوية أو المسألة الأكبر هي بأن مجلس الشيوخ ولعدة أعوام قد وقف إلى جانب السعودية، والآن رأينا خطوة كبيرة هذا الأسبوع، حيث بدأ وكأن هناك عدد أكبر من الجمهوريين قالوا يجب أن نجري نقاش أكبر حول المسألة. يجب أن نتباطأ أيضا وندرك بأن مشروع القرار لوضع حد للدعم الأمريكي للحملة السعودية في اليمن لم يتم تمرير هذا القرار. كل ما قام به مجلس الشيوخ هذا الأسبوع قال سنجري نقاش أكثر الأسبوع المقبل، ونشعر بأنه يجب أن ندرس أكثر ونسلط ضوء أكثر على سياسة ترامب. وربما نريد الولايات المتحدة أن تفرض المزيد من العقوبات ضد أفراد سعوديين، وذلك على خلفية الملف المتعلق بخاشقجي. ومجلس الشيوخ بالتالي لم يقل أننا سنغير السياسة الأمريكية بشكل راديكالي، فقط مجلس الشيوخ قال نحن نريد أن نجري نقاش أكبر حول الموضوع. من المثير للاهتمام أيضا بأن عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوري مايك لي كان أحد رعاة مشروع القرار، وبالتالي الغالبية الجمهورية أو هذا ينفي بأن الغالبية الجمهورية دائما تنحاز إلى جانب السعوديين. هذا تطور مثير، ونرى أيضا هذا التطور يزداد أكثر فما بعد فترة خاشقجي أو مقتل خاشقجي. دكتور عبير كايد حياك الله دكتور عبير، ومباشرة نسأل في هذا الموضوع، ما مدى واقعية وموضوعية التقارير التي تصدرها الصحافة سواء كان في أوروبا أمريكا أو حتى هنا في الشرق الأوسط عن مدى التأثير الذي وصلت إليه السعودية في السياسة وفي قرارات الولايات المتحدة الأمريكية عبر مجموعات الضغط وعبر لوبيات تؤثر في صانع القرار الأمريكي وصولا ربما إلى قرارات الرئيس، ويستشهدون بكثير من الأمثلة الآن بشكل راهن اليمن، حيث أصبحت الحرب هناك فضيحة أخلاقية، ويستشهدون بقضية خاشقجي وهي فضيحة أخلاقية أخرى وجريمة، ومع ذلك هناك من يدافع عن الجنات، وهذا ترجعه المصادر إلى تأثير السعودية في القرار الأمريكي. هل هذا مبالغة أم واقعي؟ حياتي لك معل وإلى ضيفك المشاهدين. أشكرك. أولا طبعا ضيفك لا يعلم إذا إن أولا ابنة الرئيس ترامب إيفانكا ترامب حصلت على 110 مليون دولار من السعودية ومن الإمارات لدعم مؤسستها وهي Empowering Women، وهي تعتبر نون بروفيت أو غير ربحية، وهذا طبعا موجود في كل الصحف وغير مخفي، هذا بالشأن الأول. بالشأن الثاني، إذا كان لا يعلم أن رئيس اللجنة الاستخباراتية القادم آدم شيف قالها وكتبها في تغريدة وصرح لها في الكونغرس أيضا، أنه سيقوم أول ما يقوم به في يناير المقبل هو التحقيق بالعلاقات الخاصة والأموال التي حصل عليها ترامب. وأنا لن أدخل في الكونغرس بعد، إنما في مع ترامب مباشرة. إذن فهو يجهل كيف تسير الأمور داخل الكونغرس الأمريكي وماذا يقول حتى النواب المنتخبون الديمقراطيين الذي وسيكون رئيس اللجنة الاستخباراتية في الكونغرس. هذا على الجانب الأول. الجانب الثاني، لا ليس جديدا على السياسة الأمريكية قبول الرشوة. لدينا قصة بال 2008-2009 إذا كان يعود إليها، هي قصة CIA الأعضاء الذين حصلوا على أموال وقبلوا رشوات من السعودية وسفر وهدايا، وكانت طبعا قانونيا غير مقبولة.
ما تقوم به السعودية من الناحية القانونية لكي أكمل في الكونغرس، أولا هو انتهاك للدستور الأمريكي لعدة أسباب، لأنه القسم الثاني البند الرابع من الدستور يحرم على الرئيس أولا أخذ الأموال أو الرشوة. إذن هنا نحن أمام ربما كما ذكرت نانسي بوليسي، قالت إذا اكتملت كل الأدلة فسوف نكون نعمل على إقالة الرئيس. إذن هذا لا يستهان به وليس سخافة إعلام نيوز ويك أو واشنطن بوست أو نيويورك تايمز، ليست صحف عادية، إنما صحف لها ثقلها ولها مصداقيتها. هنا إذن لأعود إلى أعضاء، إذن نحن أمام حالة جديدة دكتور عبير كايد، يعني نحن أمام حالة جديدة. لا جديدة كمان، لا كمان، هي حالة قديمة موجودة، وهو يعلم جيدا أنه للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، وقلتها منذ أسبوع، الكونغرس للبيع والبيت الأبيض للبيع، هذه الدولة المؤسسات التي يتحدث عنها هي دولة رأسمالية، ودليل التستر الرئيس الأمريكي ترامب على متهم مدان بجريمة هو من أمر بها، وكل الأدلة إلى الآن حتى مخابرات بلدي CIA وأضف إلى ذلك كما الحين يمنع البيت الأبيض جينا هاسبل من الإدلاء بشهادتها إلى الكونغرس الأمريكي، فأعلم أنه يخاف من تأثيرها، وبالرغم من أنها لم تذهب لكن حصل المجلس الشيوخ على 63 صوت. إذن نحن أمام أولا أزمة دستورية وهذه مهمة جدا، وأمام خصام أو حرب علنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية البيت الأبيض والكونغرس، والحكم فيها هو الشعب الأمريكي والإعلام. طيب أنا أريد أن أسألك دكتور عبير أيضا، يعني أنا عندما قرأت تقرير نيوزويك حول هذه المسألة، مسألة الرشا لشراء الأصوات في التصويت على مسألة يعني فرض حظر على مبيعات السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن، الأرقام المدفوعة لأعضاء الكونغرس شيوخ ونواب التي ذكرتها نيوزويك أرقام تافهة، يعني في حديث عن $1,000 و$2,000، يعني هذه بالنسبة للسعودية يعني أي صحفي تافه يريد أن يدافع عن السعودية يأخذ أكثر من هذا المبلغ بأضعاف كثيرة. فإنه معقول، وهنا أسأل من باب الاستغراب، يعني معقول عضو مجلس الشيوخ يرتشي $1,000 أو $2,000 يعني بهذا القدر الرخيص؟ طبعا ليست لهذه الدرجة، لا أدري من دقتها، لكن لا، هناك 150,000 و200,000 وتدخل ملايين إلى آخره، لكن أنا لا أشكك في هذه التقارير. لماذا؟ لأنها ستدعمها تقارير أخرى ربما غدا صباحا من الواشنطن بوست التي لها مصداقية وليست صحافة صفراء. لكن كيف يحصل لتوضيح أكثر؟ نعم هناك رشاوي، ونعم هناك جمعيات وشركات ضغط ومعروفة، الذي يقيم ويحاول أن يلمع صورة ولي العهد، يعني ولي عهد برتبة سفاح، لن يستطيع أن حتى لو استخدم كل أموال النفط لن يستطيع أن يلمعها، لأنها أولا اليوم تتبلور في القمة الـ20، ربما نتحدث لاحقا عنها. وإذا كنت لا تعلم أن الرأسمالية الأمريكية هي رأس العقلية الحكومية، تتمحور حتى في أترام المتمسك والمتشبث بولي عهد الكل الإدانات حوله، فماذا تنتظر من يعني مشرع؟ هذه فقط مقارنة. نعم هناك رشاوي وهناك جماعات ضغط تستغل وجود المشرعين، وأيضا لا ننسى هذا، وهذا موجود يمكنه الاطلاع عليه، السفر الأعضاء الكونغرس إلى السعودية وهنا حفلات الاستقبال بالأعياد الوطنية وغيرها والهدايا التي تقدم لهم للتأثير عليهم، هذا ليس يعني غريبا. أضف إلى ذلك مهم جدا قرار اليمن لماذا كان مهما؟ كان هناك انتقادات عدة قبل حتى مقتل خاشقجي من الديمقراطيين، ولا يصغي إليها ترامب، لأن ترامب رجل مطور عقارات ليس رئيسا، إنما يريد مصلحته الشخصية. طيب دكتورة، وليس حتى مصلحة الولايات. نعم دكتورة عبير، اسمحي لي، بعض الدول أخذت قرار فيما يتعلق بفرض حظر الأسلحة، هذا تقرير لزميلنا علي مرتضى يوضح هذه المسألة، ثم نعود للنقاش، نتابع هذا التقرير مشاهدينا.
شيئا فشيئا تتسع دائرة السخط العالمية على السعودية وتحالفها ضد اليمن. توالي الأحداث من مقتل خاشقجي وصولا إلى التركيز المستجد للإعلام الغربي على مجازر اليمن ومجاعاته دفع ويدفع دولا عديدة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي طالت السعودية والإمارات بشكل أساس، إلا أنها بدأت أخيرا تطال مصر أيضا. ألمانيا، الدنمارك، فنلندا، السويد، بلجيكا، النرويج وكندا، كلها بلدان علقت عقد صفقات أسلحة جديدة مع السعودية. بعضها حظر الأسلحة عن الإمارات أيضا، وهولندا حظرتها لأول مرة عن مصر مع شرط تخفيفي يسمح بالتصدير شرط التأكد من عدم استخدام الأسلحة في اليمن. بالمجمل، إن هذه الدول الأوروبية لا تحظى مجتمعة بصفة مورد رئيسي للأسلحة إلى السعودية، لكن ألمانيا تحظى بهذه المنزلة نسبيا، وهي أوقفت بالفعل عقد أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، حتى إنها طورت قرار الحظر ليشمل تسليم الأسلحة المتفق عليها بموجب صفقات سارية بالفعل. وحتى لو احتسبنا ألمانيا، فإن وقف تصدير معظم الدول الأوروبية لأسلحتها إلى السعودية لا يؤثر بشيء ملموس على الرياض، إلا إذا انضمت فرنسا إلى الدول التي تحظر بيع السلاح، فباريس تستحوذ على ما يقارب 4% من مجمل صفقات توريد الأسلحة للسعودية، في حين تستحوذ بريطانيا على نسبة 23%، ولم يصدر أي قرار بريطاني بوقف تصدير السلاح. أما الولايات المتحدة الأمريكية وهي مورد الأسلحة الرئيس إلى الرياض فتستحوذ على 61% من مجمل صفقات توريد السلاح، وأصبح من الواضح أن واشنطن لن توقف هذه الصفقات مع دفاع ترامب عنها بكل شراسة. من المؤكد أن قرارات حظر توريد الأسلحة إلى السعودية مرتبطة بالمزاج السياسي العالمي تجاه الرياض، وبالطبع سيكون له تبعات سياسية ضاغطة على الرياض وأبوظبي وحتى القاهرة مؤخرا لوقف حرب اليمن، إلا أنه عمليا ومن دون انضمام بريطانيا وفرنسا للدول التي تحظر بيع السلاح للسعودية لا يمكن القول إن الضغط قد يؤتي ثماره سريعا. مستر جاي تايلر، استمعت لي الدكتور عبير، وأيضا قبل يومين مستر تايلر كانت كلينتون، هيلاري كلينتون وبيل كلينتون في زيارة لتورنتو وتحدثوا هناك، وقالوا بأن ما يحصل الآن هو لمصلحة ما يجري من سياسات، هو لمصلحة الرئيس دونالد ترامب وعائلته وحاشيته، وليس لمصلحة الولايات المتحدة كدولة. هذا رئيس أمريكي سابق، وهيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية لفترة طويلة ومرشحة الرئاسة. الصحافة الأمريكية تتحدث عن أن عائلة الرئيس داخل البيت الأبيض توظف أو تعين موظفين داخل البيت الأبيض، ابنة الرئيس تطرد موظفين من البيت الأبيض، ابنة الرئيس وزوجها مستشارين معينين ولا يحاسبون، ابنة الرئيس تستخدم الإيميل الخاص، البريد الخاص لإرسال رسائل حكومية، وهذا بالضبط، هذه آخر واحدة أشار إليها دونالد ترامب في الحملة الانتخابية نحو هيلاري كلينتون وقال أنها تستحق السجن بسببها. طيب، ما الذي ألا يعني هذا أن ثمة شيء يحصل في الإدارة الأمريكية، خلل يحصل في الإدارة الأمريكية غير طبيعي، إذا جاز التعبير أن نقول ذلك؟ نعم، دعني أحاول أن أقدم لك بعض المساعدة على التمييز ما بين الخطاب السياسي الفوضوي حول المسرح السياسي الأمريكي من جهة والواقع من جهة. عائلة كلينتون لدى هذه العائلة رغبة بتوجيه الانتقادات وتشويه سمعة إدارة ترامب، وأيضا توصيف هذه الإدارة بأنها إدارة نفاق، مع وجود عائلة ترامب داخل إدارة واستخدام هذه العائلة للرسائل البريد الإلكتروني والقيام بأمور تجارية. وسبب ذلك هو أن دونالد ترامب بالفعل استخدم نفس هذه اللغة لانتقاد هيلاري كلينتون، وفاز بالتالي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
ما نشهده فقط عبارة عن خطاب سياسي غاضب من قبل كلا الطرفين، ولكن أن ننظر إلى ذلك على أنه شيء أكبر، أعتقد أن هذا فيه شيء من السذاجة. وأعتقد أنه علينا أن نعود إلى القضية الأساس هنا، وهي تتعلق بالسعودية، وأن نشير إلى نعم السعوديون نعم يدفعون الأموال للشركات، مليارات الدولارات للشركات العلاقات العامة، وذلك من أجل تلميع صورة ولي العهد. نعم هذا يترجم إلى محاولات للتأثير، أو كما قالت الضيفة شراء الكونغرس. ولكن الرواية والمسألة الأكبر بأن هذه المقاربة لم تنجح هذا الأسبوع، وبالواقع العكس هو صحيح. كل هذه المحاولات لشراء النفوذ تم الغطاء عليه من قبل أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث صوت هؤلاء وفقا للضمير، الضمير الأخلاقي، وقالوا أن الدعم الأمريكي للسعودية على أسس معنوية، هذا الدعم بدأ يتراجع بعض الشيء ويتقلص. وعلى الرغم مما يحصل مع الرئيس الأمريكي ورغبة الرئيس على الاستمرار هذه العلاقة والحصول على هذه الصفقة، صفقة تصالح، بالتالي يجب أن لا ننسى هذا التحول، نغض الطرف عن هذا التحول. هذا شيء جديد نسبيا، عدد كبير من أعضاء من الحزب الجمهوري وقفوا وقالوا نحن نريد أن نواجه انتقادات حادة، ونحن نريد أن نناقش بشكل أقوى ما هي السياسة الأمريكية تجاه الرياض. وهذا ما سنراه الآن من مجلس الشيوخ ذات الغالبية الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة، سنرى المزيد من الردود، ردود فعل ضد الرئيس الجمهوري، وهذا مثير. وهذه فرصة لنا كي نقول إلى أين ستذهب السياسة بأي اتجاه في حال الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ، في حال لم يكن يدعم الرئيس، وفي حال أراد دائما أن يكون مصطف على اصطفاف مع الرياض، إذن إلى أين ستذهب السياسة؟ ما شاهدناه خلال الإدارة السابقة، خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، شهدنا بأن السياسة شهدت نوع من التصالح ومصالحة مع إيران. هل من الممكن أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، هل من الممكن أن يواجهوا انتقادات لإدارة ترامب وسياسة ترامب المعادية لإيران، وذلك في إطار التراجع عن دعم السعودية؟ هذا السؤال يجب أن نركز عليه. لكن لم تجبني سيد جاي تايلر. طيب سؤال يتعلق بالصفة التي يأخذ بها أبناء الرئيس، ابنة الرئيس وزوجها جاريد كوشنر، القرارات داخل البيت الأبيض، يعني إقالة بعض الموظفين. هذا ليس كلامي، يعني أنا كل ما أقوله لك الآن هو من الصحافة الأمريكية، وانزعاج الموظفين داخل البيت الأبيض وداخل الإدارة من هذا التحكم لعائلة الرئيس بالسياسة. يعني هذا أمريكا صارت تشبه، يعني لا نريد أن نبالغ، ولكن ما تقوله الصحافة يذكرنا ببعض الإمارات والممالك في منطقتنا. يعني أتوقع الآن وبعد أن دخل الطرف المعارض وحصل الحزب الديمقراطي على غالبية بمجلس النواب، نتحدث عن المجلس الأدنى أو مجلس النواب بعد سيطرة الحزب الديمقراطي، أنا أتوقع بأننا سنرى تحقيقات عميقة حول آليات أو حول طريقة إدارة عائلة ترامب، كيف تدير هذه العائلة البيت الأبيض، من خلال السماح لجاريد كوشنر، ومن سلاح من خلال السماح لعائلة ترامب بأن تتولى هذه الأدوار. تذكر أن جاريد كوشنر لم يتمكن من الحصول على بطاقة مرور أمنية من أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أجل تسلم الدور الذي كان يريده دونالد ترامب لكوشنر. بالتالي نعم دائما ما هناك توازن، ودائما ما تضع ضوابط وقيود، وهناك أيضا مساعي ضد ورغبات ترامب لاستخدام عائلته الجمهوريون. حزب الرئيس، هذا الحزب كان يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا لجان المراقبة والإشراف التي تقوم بتحقيقات، اللي الآن لم تجري هذه التحقيقات. الآن لدى حزب الديمقراطي الغالبية، وأدم شيف أيضا كرئيس لجنة الاستخبارات، أنا أتوقع بأنه تحت قيادة نانسي بيلوسي
وعلى الأرجح نانسي بيلوسي ستحتفظ بالمنصب كزعيمة الديمقراطية أو الغالبية بمجلس النواب، وبالتالي أنا أتوقع أن نرى تحقيقات عميقة من أجل الكشف عما يحصل بهذا الإطار. لا أعرف إلى أين ستؤدي هذه التحقيقات، ولكن فقط أحاول أن أشير بأن اللغة السياسية أو الخطاب السياسي من عائلة كلينتون هذا ليس شيء يجب أن ألتفت إليه بشكل كبير. دكتور عبير كايد، المشكلة طبعا سأعطيك تعليق على ضيفي، لكن المشكلة كما يراها البعض بأن الكثيرين في العالم العربي أو في العالم ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حامية للقيم والمبادئ. الرئيس دونالد ترامب واضح الرجل رجل مصالح، السياسات الإدارة الحالية تتجه باتجاه المصالح الأمريكية الداخلية فقط، يعني زمن نشر الديمقراطية كما حصل في غزو العراق حيث دخلت أمريكا بشعار نشر الديمقراطية في العالم العربي، أو حماية المدنيين، أو كل القضايا الأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، هذه لم تعد موجودة. اليوم هناك لغة مصالح في الإدارة الأمريكية، مصلحة أمريكا مع محمد بن سلمان مع السعودية، تدين قتل صحفي ولكنها لا تفرط بمصالح أمة أو شعبها الأمريكي. حرب اليمن ينطبق عليها كذلك الأمر، في أطفال عم تموت، هناك مجاعات، هناك مجازر تجري، لكن في نهاية المطاف الاقتصاد الأمريكي هو الأهم. هذا كثيرون لا يريدون أن يعرفوا هذه الحقيقة، هل هذا صحيح؟ لا طبعا، اسمح لي كمان، ربما هناك مبالغة بالتقليل من الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي شعب بالفعل لديه قيم، وقيم كبيرة جدا، وقيم تؤثر على الرأي العام. يعني حتى لو نظرت إلى تغريدات ترامب والردود عليها لتعرف أن الديمقراطية تمارس هنا داخل الولايات المتحدة بشكل كبير، لكن للأسف نقول أنها تمنعها على دول العالم الثالث لعدة أسباب، لأنها أساسا هي الحامي لهذه هذه الشرعية المزيفة. يعني اليوم حين نقول في تقرير خرج منذ تقريبا 24 ساعة يقول أنه كان بإمكان الصبر أكثر مع بن سلمان لأن هناك صفقة، وهذه الصفقة لا أعرف إذا يدري عنها ضيفك، لكن أهم صفقة وهي مضاد للإس 400 تباع ثاد من أمريكا للسعودية، وبتكلفة تقريبا 15 مليون دولار أو 150، لا أتذكر الرقم. إذن بالرغم من ما تقول، وبالرغم أنه نحن الآن أمام ماذا؟ أمام كمال أزمة الإنسانية والقيم الدستورية التي جئت أنا وغيري من أصول عربية، أنا أمريكية من أصول عربية، نبحث عنها ونؤمن بها، هي موجودة ويعمل بها داخليا صح، لكن للأسف لا يوجد من يفلتر أو يحاسب المجلس الشيوخ مثلا إذا حصل على رشوة. أيضا لا يوجد من يوقف الرئيس على حده بحكم الدستور من الانتهاكات التي قام بها. الآن نحن مثلا على سبيل المثال يريد الرئيس أن يمنع مولر من إكمال مهمته الذي يشرف على تورط روسيا ربما في الانتخابات 2016. إذن ينتهك القانون بالقانون. ما هي مدى هنا؟ نحن في أزمة، لهذا قلت نحن أزمة دستورية. ما هي الحدود التي يجب أن يقف عليها ترامب؟ لا أحد يدري. لينسي جراهام حين قال، وهو جمهوري، حين قال على بن سلمان على فوكس نيوز أن يرحل كان صريحا جدا، لا أعتقد أنه كان يجامل. أنا لست من الجمهوريين من الحزب الجمهوري، لكن أفهم وأقدر القيم وأعرف أن الجمهوريين لديهم قيم، لكن للأسف ترامب ليس جمهوري وليس ديمقراطي. ترامب ما يحكمه اليوم هو مصالح شخصية، وأنا لا أتفق مع الضيف مع احترامي الشديد لأنها فوضى خطاب سياسي، لا بالعكس، كلينتون كان لها رأي وكانت نائبة في نيويورك، ومن ثم زوجة رئيس أول، ومن ثم وزيرة خارجية، وهي مسؤولة عن ما تقول. وأضف إلى ذلك، أعطيك دليلا أكبر، نحن أمام مؤسسة اليوم CIA حين يمنع جينا هاسبل كما ذكرت، والCIA تقول لك أن كل الأدلة التي رصدتها سواء لمكالمات خالد بن سلمان والتحضير واستدراج جمال خاشقجي، وكل هذا يرفضه الرئيس. إذن لماذا التمسك؟
من هو أهم؟ حتى لو كانت لنقل لأقول لضيفك، لو كانت حتى السي آي آي على كذب، لماذا أنا أقف مع دولة أجنبية؟ فعلها بعد هلنسكي مع بوتين، وفعلها اليوم مع ترامب، مع بن سلمان. إذن هناك بالفعل مصالح شخصية، لكن علينا أن نحافظ أيضا أن القيم الأمريكية موجودة داخل أمريكا، موجودة في الديمقراطية وتمارس، لكن للأسف أنا أسميها الأبيوز من سوء استخدام، عذرا، سوء استخدام ترامب لقوته وعدم معرفته ودرايته. واعتقد ضيفك يعرف انه هو ليس سياسيا وليس محنكا، انما كل ما يريده بيعه. وللاسف وجد عراب كبومبيو وجيمس ماريس، والان للاسف ان اقولها جو بولتون، الذي كل ما يثيره هو ايران لو كانت تريد مثلا، لاعطيك على سبيل المثال، هو يهدد. حتى اليوم خرجت التقارير بإدارة إيران وفرض العقوبات. يعني إيران لو كانت بالفعل تريد أن تضرب إسرائيل والسعودية لضربتها من أيام التسعينات، حين كانت تملك شهاب واحد واثنين، وكانت 3500 كيلومتر من طهران إلى تل أبيب. هذه الأسطوانة القديمة فضحها العالم. القيم الأمريكية يجب أن تعود، ويجب على الشعب الأمريكي أن يحاسب هذا الرئيس المتورط بالتسخر على بن سلمان. دكتور عبير، مستر جاي تايلر، مشاهدينا توقف مع فاصل، بعده سنكمل في عناوين أخرى تتعلق هنا في منطقتنا في الشرق الأوسط. اليمن هي معضلة كبيرة، مباحثات سلام قد تكون أمل في السويد بعد أيام لوقف الحرب، هناك مصلحة دولية في وقف هذه الحرب. وأيضا سوف نتحدث عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي والجدل الذي يدور حولها، والتهديدات الأمريكية التركية والمطالبة بتحقيق دولي، بعد الفاصل مباشرة. مجددا حياكم الله. بعد إعلان عدد من زعماء مجموعة العشرين عدم رغبتهم بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش أعمال القمة، طرحت تساؤلات كثيرة حول حقيقة العزل الدولي لبن سلمان، وذلك على خلفية الجرائم الإنسانية التي يتهم بالمسؤولية عنها. هذا تقرير لهبة محمود. 36 مشاركا في قمة العشرين ومحمد بن سلمان، صورة جماعية للقادة والزعماء ولمحمد بن سلمان. طويلة مرت دقائق التقاط الصورة على الأمير السعودي وهو يقف في الزاوية وحيدا، فيما المصافحات تجري أمامه ومن حوله، والتجاهل سيد الموقف. تدرك الرياض هذه المعضلة الدولية، وتحرص في تصريحاتها على نفي العزل الدولي للأمير السعودي، لذا شددت الخارجية السعودية على لقاءات ودية لولي العهد مع قادة الدول في قمة العشرين، وركزت مع وسائل الإعلام على صورة السلام الحار وغير المعهود بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي. لكن الأمير السعودي الذي وصل إلى الأرجنتين مكبلا بملفات ضخمة تثقل كاهله، لم يقم مع المشاركين في القمة في الفنادق المخصصة، بل في قنصلية بلاده وتحت حراسة مشددة. وجاء لقاؤه مع الرئيس الفرنسي وقوفا سريعا وعاجلا. لا حاجة هنا لتحليل لغة الجسد ولا لملامح الارتياح من ادعاء وجوده، إذ قال تصريح صريح للرئاسة الفرنسية إن ماكرون نقل رسالة قاسية لابن سلمان خلال لقائهما في الأرجنتين بشأن مقتل خاشقجي واليمن، كما أبلغه أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل خاشقجي. هذان إذن هما الملفان الثقيلان اللذان تطرحهما أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأيضا أنقرة التي يستمر ضغطها في قضية خاشقجي، إذ أصدر الادعاء العام التركي مذكرات توقيف بحق المتهمين السعوديين 15 بالجريمة في توقيت لافت متزامن مع انعقاد القمة. وسواء أكان هذا ضغطا لصفقة أو مكسب، إلا أن التسوية السياسية لن تجلب معها حلا أخلاقيا، فوسمة هذه الجرائم وأن نجح ابن سلمان في التبرئة منها ستلاحق صورته دوليا، أقله
على مستوى الرأي العام العالمي. سيرغاي تايلر، سؤال مباشر يتعلق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هل ترى بأن الرجل كان على هامش قمة العشرين معزولا أم عكس ذلك هو استطاع أن يجري عددا من اللقاءات مع قادة وزعماء العالم وبالتالي استطاع كسر العزلة وذلك بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أن دونالد ترامب رفض أن تلتقط له الكاميرا صورة مع محمد بن سلمان؟ كيف ترى هذا المشهد أو يمكن أن تعطينا تفسير حوله؟ بالنسبة لهذا الظهور لولي العهد في بونوس آيرس، أعتقد بأن كل من دونالد ترامب وأيضا ولي العهد أعتقد بأنهم توخيا الحذر بشكل كبير، وبالتالي من بعض النواحي نعم هناك هذا العنصر، عنصر الانعزال أو العزلة، حيث أن ما يسمى بصورة العائلة لقمة العشرين ولي العهد هو في بعيد في الزاوية، ومن الواضح هو ليس في وسط المجموعة. يمكنك القول أنه أيضا الشاب الأصغر سنا في الغرفة، وبالتالي تأثيره ليس بهذا التأثير الكبير حتى منذ البداية من الأساس. نضيف إلى ذلك بأن بن سلمان يواجه هذه التهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA بأنه أصدر التعليمات لهذه الجريمة المروعة بحق منتقد في تركيا، وبالتالي هو بالطبع في عزلة. ولكن يجب أن نعود إلى الوراء وأن ننظر إلى التالي. قمة العشرين في حال قررت أنها لا تريد مجيء بن سلمان لكانت قالت له ذلك، بالتالي لم يتقدم أي أحد وقال أنت لست مرحب بك في قمة العشرين، وأيضا كان لديه هذا الاندفاع للذهاب والمشاركة في قمة العشرين، وهو يعلم سابقا بأن أنظار وسائل الإعلام ستركز عليه، وهو أمام ماكرون، وأيضا من المفترض أنه يجري بعض النقاشات السرية. يبدو ماكرون جاد جدا، وكأن ماكرون يقول لبن سلمان يجب أن تتوقع الحذر، وأنا أعتقد أن هذه محاولة من قبل ولي العهد كي يتخطى هذا التحدي لشرعية ولي العهد، هذه المحاولة للظهور. وما بعض النواحي إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من زاوية أقليمية، الطرف الإيراني ليس موجود في قمة العشرين، وهو ولي العهد. أنا ذهبت هناك كل هذه التهم، واتهمت بمقتل صحفي، وأيضا هناك تركيز جيوسياسي وغضب جيوسياسي حول وصولي إلى العرش في السعودية، كل هذه أمور جارية، ولكن بغض النظر ها أنا موجود في قمة العشرين وهذا الطرف الآخر غير موجود. هذه هي الرسالة التي يحاول بن سلمان أن يوجهها إلى الإيرانيين على سبيل المثال، وبالتالي نعم دنماركيات كبيرة، نعم بالفعل مشهد كبير جدا. دكتور عبير كايد، هل حقق بن سلمان فعلا إنجازا بمشاركته في قمة العشرين؟ وأيضا أين تصريحات، يعني هناك تساؤلات عن تصريحات الدول الشاجبة والرافضة والمستنكرة لجريمة مقتل الصحفي؟ يعني تريزا ماي التقت اليوم بن سلمان، ماكرون التقى بن سلمان، الإعلام السعودي قال أنه دونالد ترامب ولكن لم يفصح عن هذا اللقاء أو لم يصور هذا اللقاء، شاهدنا مصافحة حارة جدا مع فلاديمير بوتين، وكما قال ضيفي لو لم يكن الرجل لديه الأوكي بالذهاب إلى بوينس آيرنس لما ذهب إلى هناك، وبالتالي هو مقبول دوليا. هل تعتقدين دكتورة بأن قضية خاشقجي أصبحت وراء ظهور صناع القرار في العالم؟ أولا اسمح لي كمان، هذه القمة ما هي المعنى تبعها؟ معناها هي القمة أهم الدول الصناعية، وهي أنا بالنسبة لي الرؤساء هم مندوبو للدولة العميقة، أي البزنس الكبير للشركات الكبرى، ويعني مندوبون عنها لبيع في نهاية الأمر بضائعهم إلى بعضهم البعض تحت مظلة قمة العشرين. لماذا أنا بنظري ترك منذ البداية؟ طبعا أتفق مع ضيفك في عدة نقاط، لكن بالنسبة لحضوره، أنا بالنسبة لحضوره قلتها وسميتها في إحدى مقالاتي أنها جولة السقوط، سواء في دبي أو في الإمارات أو في مصر أو في تونس، ووقاحة
وقاحة أنا أعتبرها وبلا إنسانية. أولا أنت متهم أمام الرأي العام العالمي وأمام القضاء التركي وأمام حتى CIA القضاء وأيضا مجلس الشيوخ الأمريكي. إذا لو كان فيك يعني ذرة من الكرامة والإنسانية فلا تذهب، وربما يستطيع حتى كان يمكن بإمكان السعودية إرسال عادل الجبير وزير الخارجية، لكن أنا بإصراره عليها. ربما أنا أعتقد أن الأرجنتين لم تلغي دعوته لعدة أسباب، تركوا له الخيار وكان امتحان له، لكن أعتقد أنه حتى في الامتحان خسر وخسر لعدة أسباب. أولها أنه حاول هذه بحضوره بهذه القمة أن ينتزع الشرعية من الدول الـ20 التي تحضر، فلم ينتزعها. بن سلمان سقط وانتهى سياسيا وأخلاقيا وشعبيا، وأعتقد المظاهرات في تونس هي أكبر رد، وهي تعوض عن كل الشعوب العربية التي ظهرت بكل الجمل والشعارات التي قالتها. هذا على الصعيد الأول. على الصعيد الثاني، ماذا بعد القمة؟ بعد القمة أولا صورة السعودية، لو كانت بالفعل السعودية والخارجية حريصة على صورتها، لكنها أيضا تحاول أن تتحدى العالم بإرسالها له ودعمها، فهي أيضا تشوه صورتها. السعودية لم تعد الصورة عزيزي بلاد الحرمين والإسلام الحنيف إلى آخره، لا، الصورة حتى بدل السيفين يعني الجميع يضع منشارين. إذن هذه الصورة كيف تبددها؟ بإرسال رسالة إيجابية وليس بإرسال متهم. هذه طبعا أنا أعتبره غباء سياسي ولا يتمتعون. ومن هم مستشارون؟ تركي آل الشيخ الشاعر تركي آل الشيخ، ويعني شاعر نبطي، والثاني يعني لا أريد أن اتهامات شخصية، لكن لا توجد فريق يعني يدير هذه السياسة أو الدبلوماسية. واضح يعني من طريقة قتل الصحفي جمال خاشقجي واضح أن ليس هناك ثمة من يدير بشكل ناضج في السعودية. دكتور عبير كايد، مستر غاي تايلر، أيضا فيما يتعلق باليمن تتواصل التحركات مشاهدين الرافضة للحرب في اليمن بالتزامن مع انعقاد محادثات السويد حول اليمن، فكيف ستكون انعكاسات هذه التحركات على المحادثات؟ نتابع تقرير حول الأمل بمحادثات ستجري في السويد، ثم نعود وهذه النقطة الأخيرة في مسائية الليلة، ثم نعود إلى ضيوفنا. عشية انعقاد محادثات السويد حول اليمن وأعلان السعودية بدء ولي العهد محمد بن سلمان جولة عربية قبل قمة الأرجنتين، تتواصل التحركات الرافضة لما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وتجويع وقتل. أبرز هذه التحركات وجديدها كان في العراق، فتحت شعار معكم معكم، شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة حشدة نصرة للشعبين اليمني والفلسطيني، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين واليمن والعراق، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانبه أمام حرب التحالف السعودي عليه. تظاهرات بغداد الأخيرة سبقتها سلسلة احتجاجات رافضة لسياسة ابن سلمان في المنطقة. ففي تونس والجزائر وموريتانيا أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني تأييدها لوقف الحرب في اليمن، وخرجت تظاهرات تطالب برفع الحصار السعودي واعتداءاته عن الشعب اليمني. وفي فلسطين المحتلة أيضا أطلق عدد من الشبان الفلسطينيين وسما إلكترونيا تضامنا مع الشعب اليمني بعنوان من فلسطين هنا اليمن، مؤكدين أن هذه الحملة جاءت انطلاقا من تماثل المعاناة بين الشعبين اليمني والفلسطيني. كذلك نظم عدد من المحتجين وقفة تضامنية مع اليمن أمام السفارة الأرجنتينية في واشنطن، في حين امتدت الوقفات الاحتجاجية ضد السعودية في كل من كندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث شدد المشاركون على وقف الحرب على اليمن وفك الحصار عن الشعب اليمني. مستر غاي تايلر، هذه الحرب لم يعد العالم يحتملها، التقارير التي تريدها المنظمات المختصة صادمة للغاية من هناك، وبالتالي هل تعتقد بأن فكرة وقف الحرب قد نضجت في أروقة صناع القرار؟
نعم أعتقد ذلك بالفعل. أعتقد هناك مساعي الآن، مساعي تقودها الأمم المتحدة بشكل أساس. ليس لدينا اتفاق حتى الآن، ولكن ربما ستجري محادثات سلامة في السويد في شهر كانون الأول ديسمبر. اقتربنا من هذا الأسبوع. أريد أن أشير إلى شيء مثير للاهتمام بالنسبة للموقف الأمريكي أو موقف إدارة ترامب بهذا الموضوع. خلال عملية الأخذ والرد هنا في واشنطن حول العلاقات الأمريكية السعودية وتحديدا فيما يتعلق باليمن، وزارة الخارجية أيضا وإدارة ترامب من خلال الموظفين في وزارة الخارجية قاموا بعملية استعراضية، وأيضا قدموا كل هذه الأدلة، دعوا بأن القوات السعودية في اليمن قد جمعتها أدلة حول أسلحة إيرانية أرسلت إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. وكل هذا، وبنفس الوقت إدارة ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيان أعلنت فيه زيادة كبيرة تقريبا 191 مليون دولار كمساعدات غذائية لليمنيين الذين يعانون من النزاع في اليمن، الأزمة الإنسانية. لماذا أطرح هذا الموضوع؟ لأن في أسفل هذا البيان، في المقطع الأسفل لهذا البيان، بيان إدارة ترامب كان يتعلق حول الحرب في اليمن وضرورة إنهاء هذه الحرب حاليا، والآن هو الوقت المناسب لإنهاء هذه الحرب، وأيضا يجب أن تتم المفاوضات أو تجري المفاوضات الآن. ولم يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن إذا كنا نبحث عن مؤشرات عن مدى رغبة إدارة ترامب بإنهاء هذه الأزمة، وكم تريد الحكومة الأمريكية أن تحل هذه الأزمة، يمكن أن نرى ذلك من خلال هذا البيان من إدارة ترامب. هذا مثير. بالتالي أعتقد أن هناك زخم بهذا الإطار، ولكن وأنا هنا في واشنطن لا يمكنني أن أتكهن هل سنرى أي شيء ملموس، وهل ممكن أن تجري محادثات سلام تحقق نجاح. أعتقد بالفعل علينا أن اسمح لي أن أنتقل مستر جاي تايلر. دكتور عبير كايد، أختم معك في إن كان ثمة متغير في محادثات السويد، لأنه جرت محادثات سابقة في الكويت وفي جنيف لم تسفر عن شيء. هل هذه المرة الأمور مختلفة؟ هل البيئة السياسية نضجت لوقف الحرب؟ وماذا عن حسابات الأطراف المتخاصمة؟ اليوم السعودية تقول إذا أوقفت النار سيعلن الانتصار من طهران كما تقول هي. لا طبعا، أنا أعتقد إشارة لما قاله ضيفك في الخطاب الذي أصدره ترامب يتحدث عنه، هو كان النية بالنسبة للتخفيف عليه، لأن المحقق مولر سيخرج قريبا تقريره الذي يدين طبعا روسيا وتواطؤها، خصوصا بعد فضيحة بول مانفورد الرئيس الانتخابات الرئاسية لترامب. إذا هذا متعلق فيها، وهو التخفيف وتغيير موقف ترامب من الحرب في اليمن هو فقط لأن بسبب الضغوط الكونغرس الأمريكي والوقوف حتى من الجمهوريين من حزبه ضده. إذا هذا هو، وأيضا الخوف من التقارير. لكن كيف، هل نضج القرار؟ لا، لم ينضج. لماذا؟ لأنه حتى الآن قالها حتى أحد المستشارين أنها لن نوقف عمليات الإعانة، فالطائرات التي تطلع هناك الإماراتية والسعودية لا تطلع إلا بالأمر من السنتر كوماند أو القوى الوسطى هنا. إذن أو هذه أولى. الثانية، حين حتى قررت الاستغناء أمريكا عن تزويد الطائرات بالوقود، قالت السعودية أن لديها 23 أسطول، وبنفس اليوم ضربت أكثر من 20. فإذا تحديات التصعيد السعودي هو الذي أنا بنظري اليوم يريد أن يمتحن أيضا إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي. إذا نحن لسنا أمام ربما قرار ناضج، بقدر ما هو قضية خاشقجي هي التي دفعت باتخاذ الحرب في اليمن. لأن قضية خاشقجي أنا أعتقد أصبحت رأي عالمي وليس فقط تركيا أو سعودية. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبير كايد، أستاذة العلوم السياسية في جامعة هاورد من نيويورك. وأيضا الشكر للسيد جاي تايلر، محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن. والمسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين ملف هذه الليلة.
اتهامات لخمسة أعضاء في الكونغرس بتلقي أموال سعودية للتصويت ضد قرار وقف الدعم العسكري للحرب على اليمن. أي تأثير للوبي السعودي في واشنطن؟ سنكار للحرب على اليمن. هولندا توقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات ومصر. هل ينجح المجتمع الدولي بوقف الحرب؟ تداعيات جريمة قتل خاشقجي لم تنتهي. النيابة العامة التركية تطلب إلقاء القبض على المتهمين بالجريمة. هل تبقى قضية خاشقجي حاضرة في جولات ابن سلمان؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.